لان بالظبط، دول اهل الذكر في التوقيت هم ده. اهل الذكر في هذه مظبوط القضيه. وانا قلت فاسالوا اهل الذكر في القران الكريم، اسالوا اهل الاختصاص، اسال اهل الطب في الطب، مظبوط، اهل الهندسه في الهندسه، اهل الفلك في الفلك، اهل الفلك، مظبوط، كل واحد اساله في تخصصه، ثم يبنى الراي الشرعي على راي الاهل. مظبوط. فلما قالوا ان التجمع يؤدي الى انتشار الفيروس فيفتك بحياه الناس، كانت الحكمه تقتضي في ذلك الوقت غلق دور العباده غلقه مؤقتا حفاظا على حياه. وقلنا عباره مشهوره ولا زلنا نرددها: الساجد قبل المساجد. مظبوط. حياه الساجد قبل عمارة المساجد. وأنت عندما تذهب إلى المسجد تذهب بأمر الله، وعندما يقال لك اجلس في بيتك فتجلس بتقدير الله وبالرأي الشرعي أيضا. عندما جاءت قضية غلق المساجد كانت الناس تقول: هل تستطيع وزارة الأوقاف أن تنفذ القرار؟ كان سؤال مهم، هل تستطيع؟ وهل هي تحكم سيطرتها على كل الزوايا؟ وكان تحدي. وهل أهالينا في القرى والنجوع وفي كل أقطار مصر سيستجيبون لو لم تكن الأوقاف قد نقت صفوفها من الجماعات الخائنة والعميلة والجماعات الإرهابية والأفكار المتشددة وعناصر هذه الجماعة، عناصر هذه الجماعة لما أمكننا أن نحكم هذه السيطرة. وأنا أقول لك حاجة مهمة جدا، سألوا أحد قيادات هذه الجماعة الإرهابية سؤال على الهوى: هل أنتم ممكن تدعوا إلى عصيان مدني في مصر؟ كانت إجابته الضمنية واضحة جدا: لا ما نقدرش. ليه؟ قال له: عشان تعمل عصيان مدني لازم يبقى لك داخل مؤسسات الدولة قوة فاعلة. فمثلا لو أنت عايز تعطل مثلا مرفق ماء، عايز تشيل الأوقاف، الأوقاف تقول هنغلق المساجد، يبقى أنت عندك عناصر تفتح المساجد، تقدر آلاف الأئمة تتمرد على القرار. أنت أغلقت كم مسجد في جائحة كورونا بدون تفلت؟ جميع، ما فيش مسجد كان مفتوح، واللي كان عنده مسجد كان يقول إن أغلقنا جميع المساجد والزوايا بلا استثناء، وده كان أكبر رد على اللي يقول لك إن في حد باقي خارج السيطرة. أغلقناها كان يقول لك مثلا للجائحة. عايز تعمل في أي مكان بقى، في أي مكان خدمي، عايز تعمل عصيان مدني، كان يقول لك لازم يبقى عندك قوة فاعلة لما انت تقول هنعمل عصيان مدني تضمن ان العصيان يحصل. لكن لما جينا نغلق لو كان له اي قوة فاعلة كان لك: لا، الرسائل السرية، الاوقاف تقول نغلق المساجد، انتوا افتحوا الايه؟ المساجد. لكن لما اغلقنا قطعت جهيزة قول كل خطيب، لم تكن هناك لا زاوية لا في نجع ولا في حتة، واحكمنا ذلك مما يؤكد السيطرة كاملة. لما جينا نعود وقلنا تعود الصلاة بالإجراءات الاحترازية لما بدأت، كان هناك تخوف أيضا من إن الناس لا تلتزم ولا تنضبط. لكن الحقيقة نسبة الوعي التي كانت لدى المصلين كانت نسبة عالية جدا، وتنم عن التزام ومشرفة وتنم عن وعي هذا الشعب العظيم. جميل. كانت التحدي الثالث والأخطر لما جينا قلنا نرجع صلاة الجمعة، الناس قالوا الصلوات العادية أيا كان بيكون العدد أقل، فأنت في صلاة الجمعة هتلاقي الناس بتجلس ولا تنضبط. أنا أظن إن ما نقل عبر وسائل الإعلام المختلفة يؤكد وعي هذا الشعب العظيم. وزي سيادة الرئيس دايما حفظه الله لما بيقول: أنا أعول على وعي هذا الشعب العظيم، إحنا أيضا من خلف سيادته بنعول جميعا على وعي هذا الشعب العظيم، وبالذات في اللحظات الحاسمة. النقطة الأهم بقى، بدأت الجماعات الإرهابية الأول قالوا إن الدولة المصرية تهدم المساجد. الدولة المصرية، وبالمناسبة ده زي ما يكون كباية ومسئية لكل عناصرهم، بمعنى كلهم يتحدثون هكذا، يقول لك هدوا المساجد، هدوا المساجد، أي المساجد هدت؟ أنت بتهد مساجد؟ هقول لحضرتك، فقالوا هدموا المساجد، ده أنا أقول لك حاجة، والكلام ده موجود، وأي حد يدخل على مواقع التواصل هيلقى الكلام ده. لما جينا بدأنا نظهر بعض ما نعمله احنا، طلعوا في الموجة قالوا ايه؟ وزارة الاوقاف تبذر الاموال، وقالوا انها انفقت 6 مليار جنيه على فرش المساجد في ايام كورونا وعلى بوابات التعقيم، وان ده اهدار مال وكان ينبغي ان يصرف. يعني اذا انفقت فده اهدار. بالمناسبة انا بقول عبر برنامج حضرتك اهو، احنا لم نشتري بوابة تعقيم واحدة على الاطلاق نهائيا. ليه؟ احنا كان عندنا مجموعة الوطنية فيها شركة انتجت بوابات التعقيم وانتجت عدد محدود للبيع، في بعض الاهالي الطيبين اشتروا بوابات تعقيم وادونا هدايا. وبالمناسبة فترة كورونا كنا توقفنا عن فرش المساجد، لان انا بقول لك هات المصلية بتاعتك من بيتك، فلما بقول لك هات المصلية بتاعتك من بيتك
يبقى انا هفرش لك ليه؟ ما انت جايب مصليتك معاك. ففي الكلام اللي اطلقوا فيه لم نكن قمنا لا بفرش ولا بشرب ولا بتعقيم. فلما تنفق يقول لك كان يجب ان تنفق في مكان ايه اخر. وبالمناسبه هقول لحضرتك هنا بقى انا بقول ايه، طب ننفق فين؟ وهعود لك بقى اللي احنا عملناه واليوم هم حيث تكون مصلحه الناس يجب الانفاق. كويس. بمعنى البلد ما فيش فيها مسجد، ما فيش فيها ضائع عباده، والناس لا تقيم شعائرها الا ببناء المسجد، ابني لهم المسجد. طب المسجد موجود والمساجد كافيه والناس محتاجه مستشفى، يبقى الاولويه للمستشفى. طب المستشفى موجوده والمسجد موجود والناس محتاجه مدرسة. نعمل لهم مدرسه، الاولويه للمدرسه. وبالمناسبه في الوقت اللي احنا بنبني فيه المساجد كنا عاملين بروتوكول، عملنا بروتوكول مع وزاره التربيه والتعليم لامرين.